السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم سنعرف كيف نفرمت انفينيكس، هاتف انفينيكس نوت 3 برو، أو نعيده إلى إعدادات المصنع. أولا يجب أن نسجل جميع المعلومات المحفوظة في المهمة المحفوظة في بطاقة في ذاكرة الهاتف، ونسجلها على ذاكرة خارجية أو بطاقة تخزين خارجية. ثم نزيل بطاقات سيم، ونزيل كذلك بطاقات الذاكرة أو التخزين. ثم نقوم بإطفاء الهاتف، وعند الإطفاء نقوم بتشغيله. الآن حينما نشغله نضغط على زر تشغيل وزر خفض الصوت في نفس الوقت، يعني نضغط عليهما معا هكذا، نضغط عليهما معا. حينما يشتغل نزيل اليد على زر التشغيل ونبقيها على زر خفض الصوت حتى نحصل على فاكتوري مود. الآن الهاتف يقوم بالتشغيل، الآن اشتغل على فاكتوري مود. ننتظر قليلا ثم بعد ذلك نختار، يتطلب بعض الوقت ليشغل فاكتوري مود. نعم، الآن اشتغل كما ترون. إذا أعطانا مجموعة من الخيارات، الخيار الأول أوتو تيست، خيار ثاني مانويل تيست إلى آخره. إذا ننزل إلى الخيار الأخير فاكتوري داتا روسيت، ثم نضغط على زر أوكي، هي زر التشغيل. حينما نختار هذا الخيار سيتطلب الوقت بضع دقائق ليعود الهاتف إلى وضعه الأصلي، كأنك اشتريته أول مرة. أنا سبق وقمت بهذا الفعل، لن أعيده الآن، سأقوم بإعادة تشغيل الهاتف فقط. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.